السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه شيزر ما بتتصوروا الحماس اللي انا عايش فيه هلا من وراء هذا الموقع اللي ان شاء الله هلا راح اشارككم يعني اشارك اشارك هذا الموقع معكم هذا الموقع كتير رائع جدا 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 وانا من كم يوم نزلت بوست خاص نص عليه هذا الموقع اول شغله بحب ابشركم بشارات كتير اول شغله هذا الموقع ما بده بروكسي ابدا يعني متاح لكل الوطن العربي هو متاح عالميا لكل العالم ومتاح للوطن العربي متاح لأهل سوريا متاح لأهل اليمن لأهل الصومال دائما الدول هاي الدول اللي احنا دائما نلاقي في عندنا شغلات محظورة أو أهل مصر حتى أحيانا بنحظر عليهم بعض الشغلات فهذا الموقع متاح لكل العرب هاي أول شغلة وما بده بروكسي أبدا وكل العالم والمشتركين اللي فيه بيطلع لهم نفس, ال... نفس, الش... نفس الطلبات نفس كل شيء الموقع كتير بسيط جدا 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 بس بنفس الوقت في كتير تفاصيل وانا ان شاء الله ما رح اخلي تفصيلة وصغيرة وكبيرة فيه الا واشرحها ومثل ما وعدتكم ان شاء الله انا من كم يوم وعدتكم قلت لكم انه في موقع بيعمل واحد اثنين ثلاثة تذكروا بهذا البوست رح ارجع انزل البوست تاني مرة تاني وهي المرة معه هذا الفيديو الخارق اللي رح يصير كالاتي اول شغلة رح اعملها هي الانضمام مجانا هلا طريقة الانضمام مجانا طريقة كتير بسيطة جدا 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 آه انضمام مثل مثله مثل أي موقع تاني راح أعبي معلومات بسيطة وأحط الايميل تبعي وأحط باسورد من عندي وأعمل تأكيد من الايميل وأموري خلص صارت بالسليم. طيب أنا أكيد هلا إن شاء الله تابعوا معي أنتم هلا طريقة التسجيل وبعدين بس أفوت على قلب الموقع هذا رح تقولوا واو. أول شيء راح أعبي الاسم راح ابي شو ما يكون الاسم اه مثلا اي اسم انتم طبعا اسمكم عبوه اسمكم الشخصي هلا راح احط الايميل اللي انا بدي اسجل فيه وكلمه المرور اكيد ما راح اقول لكم اياها كالعاده تمام فهلا راح احط العنوان هون الشغله كتير حلوه انه ما في داعي احط عنوان امريكي ما في داعي حطوا دمشق حطوا القاهره حطوا اللي بدكم اي دو اي مدينه بالعالم جدة مثلا اذا بدكم هي مدينه بسوريا حطوا العنوان اللي بدكم اياه انا كتبت البرامكه مثلا لنفرض هيك دولة الاقامه فبحط سوريا طبعا انا بحب اطمنكم انه اي اي دوله بالعالم اي شخص وين ما كنت تكون بتقدر تسجل بهذا الموقع الرائع وطبعا كيف هلا بنحكم عليه انه رائع هلا بنشوف مع بعض كيف هاي رائعه هاي سوريا هلا هون تاريخ الميلاد راح احط انا طبعا هلا أي عمليه تسجيل عاديه شو ما تكون يعني بس مشان افرجيكم عمليه التسجيل هون مكان الصوره مكان انا اذا بدي احط صورتي الشخصيه هون لقد قرات ووافقت على اتفاقيه الخصوصيه انضم مجانا خلص اموري صارت بالسليم هلا راح نفوت بالجد وراح نفوت بالشغل الدسم الشغل الثقيل ان شاء الله باذن الله بعد هذا الموقع ان شاء الله راح نستغني عن عن كثير وسطاء رح نستغني عن يعني كتير امور نحن بحاجتها ما عم نلاقيها ابدا ان شاء الله هذا الموقع رح يكون يعني ذو فائدة كبيرة للجميع طبعا هون مثل ما قالوا لي حسابك يتم التحقق منه تم ارسال ايميل هون جتني رسالة فتحت على الجيميل تبعي لقيت فيه رسالة اضغط هنا مشان نعمل تأكيد للايميل وهيك نكون نحن انهينا التسجيل الرجوع للصفحة الرئيسية هلأ مثل ما تعودنا بالعادة رح أعرفكم على الصفحة الرئيسية بالأول وأعرفكم على تفاصيله بعدين أبدأ أفوت بالعمق شوي شوي مشان الكل يكون متبع معي صدقوني ما بتتصوروا الحماس اللي أنا عايش فيه ما بتتصوروا قديش أنا فرحان بهذا الموقع اللي إن شاء الله رح يسهل لنا كتير أمور إحنا كنا بحاجتها من قبل طيب أول شيء هاي الشاشة الرئيسية للموقع هون القائمة كلمة القائمة في هون خدمات كتير ولا رح نحكي عنها واحدة ورا الثانية هون في عندي سلة الشراء يعني انه انا فيني اشتري من هذا الموقع اي شيء معروض بهذا الموقع هون الصفحة الرئيسية هون عن اس ماني ان اس ان ماني عن يعني نبذة عن او اباوت هون كلمة الشركات هاي الها قصة كمان طويلة وكبيرة وعريضة وان شاء الله ان شاء الله كتير حلو ورح تعجبكم وهون الاتصال بنا اذا بدنا نتصل عليهم اما هون جينا على الشغلة الحلوة اول شيء رصيدك صفر نقطة يعني هاي هاي نقاطك هون قديش بتربحه كل شي بيطلع لك هون خروج انتو بتعرفوا شو الخروج اما القلب هلا رح احكي على القلب هاي القلب اه تعرفوا شو رح اجلها هلا هي لما اشتري شغله عفوا لو لما بدي اشتري شغله وما معي مثلا هلا نقاط مشان اشتريها فبامكاني احطها على المفضله وبشتريها بعدين يعني مشان ما انسى المنتجات اللي عجبتني هلا هلا رح نتعرف عليها بشكل تفصيلي اكتر هاي الكلمة المكتوب عليها سام الحساب تبعي بس اكبس عليها فراح ادخل للاكونت معلومات الاكونت تبعتي. آه كتير بسيط جدا جدا يعني هلا تشوفوا وقت اشرح لكم المعلومات رح تتعودوا عليه ورح تحسوا بسهولة التعامل مع هذا الموقع كتير بسيط جدا جدا جدا. هلا بعد ما فتح هذا الموقع فتحت انا هلا على كلمه سام من فوق قام طلعت لي هون معلومات الحساب اول شيء الرصيد زيرو ما في نقود يعني ما عندنا ولا اس ان ولا اس ان يعني مثل مثل السواغ بوكس إذا بتعرفوا بسموها اس بي تمام هون اذا بتكون هون طبعا المعلومات اللي انا سجلت فيها هون بامكانك تغير بس تكبس على هاي الزر اللي هون بس تيجي عند كلمه معلومات الحساب يطلع لك ايقونه هون على الزاوية. فيك تغير معلومات الحساب كيف ما بدك تمام؟ <applause> <applause> هلا في عندي هون صفحتين ثلاث صفحات ثلاث تابات كتير مهمين جدا جدا جدا. طيب أول شغلة راح أمشي بالأهم فالأهم، شو رأيكم؟ طيب راح أجي على كلمة طلباتي. كلمة طلباتي هاي كل شي أنا بشتريه من الموقع طبعاً هلا راح أكبس هلا كبسة يمين هون وخليه يفتح الصفحة الرئيسية. أي شي بشتريه آه بالموقع بيجيني هون طلباتي بس بأكد له الطلب وبتتم عملية الشراء طبعا بتاخد احيانا وقت ما بين 24 ساعة ل 72 ساعة حتى طلبك يوصل بشكل عام هون بتلاقي بصفحة طلباتي بتلاقي اي شيء اشتريته طبعا انت فيك تشتري اي شي معروض على الموقع بالنقاط اللي معك الموقع شو بيعرض بيعرض كل شي بيخطر على بالك حتى انت نفسك فيك تحط منتجات بهذا الموقع يعني تصور لو انت عندك لابتوب لو انت عندك موبايل لو انت عندك اي شي بيخطر على بالك بامكانك تحطه بهذا الموقع وتحط سعره نقط طبعا الموقع بيقبل اي شيء وبيقبل حتى اي بلد عربي او اي بلد اجنبي ممكن يحطه بضاعته هون هلا رح نحكي عنها بالتفصيل انتم طولوا بالكم علي لانه ان شاء الله رح تروقوا علي على الاخير شوفوا هاي انا بس فتحت على الصفحه الرئيسيه أه وين احنا على طلباتي شايفين رح انزل لتحت شوي رح الاقي في كلمه اسمها وصل حديثا ورح الاقي في طلبات مثل انا حاط على منتجات الكترونيه طبعا انا هون كابس على منتجات الكترونيه فانا آه عندي بطاقات ستيم شايفين ستيم 5 دولار امازون كود 10 دولار جوجل بلاي 10 دولار باي بال بالانس يعني اللي بيحبوا رصيد باي بال في يشتري من هون هاي فيرجوال فيزا حتى مشان تفعيل باي بال بامكانك تشتريها من هون اي تونز بامكانك كمان تشتريها من هون آه هلا شوفوا الفكره هلا انا شو راح اساوي راح اعمل مثلا شايفين هذا القلب بس اكبس عليه هون فانا فانا خليت بس كبست عليه صار لونه احمر فراح الاقيه بالفافوريت اللي هون راح الاقيه بالفافوريت اللي هون طلع فوق عندي بالفافوريت هون هلا بس اكبس على كلمه فافوريت راح اكبس كبسه يمين مشان ما اسكر هالصفحه بس اكبس على فافوريت فبلاقي انا لائحه المنتجات المفضله عندي تمام هلا اذا جد اشتري بس بكبس على السله هاي السله اللي هون بكبس عليها ففورا بقول لي تم اضافه المنتج لسله الشراء بقول له اوكي فبيروح لهون هلا بس اكبس على السله اللي هون انتم شايفينها هون بس كبست عليها فقال لي الطلب تبعك سعره 4970 اس ان موني يعني 4970 نقطه طيب هلا رح نيجي هون على الزبده اذا انا بدي اشوف المزيد اذا كبست على كلمه المزيد هون طبعا لسه مو عامل له كلمه اطلب الان هلا بفرجيكم اياها بس اكبس على المزيد فبلاقي هون الترجمه يعني الكلام مكتوب هون كود فيزا افتراضيه 5 دولار بتكلفه 4970 نقطه حلو الحكي لهون فانا هلا هون اذا بدي اعمل التعديل يعني قديش بدي اعدل انا هذا المنتج بدي اثنين يعني بدي بطاقتين خمسه بخمسه بدي ثلاث بطاقات خمسه بخمسه بامكاني اشتري بهون بتغير السعر معها فانا بس اكبس على كلمه هون على السله واكبس كلمه اطلب الان ففورا بينقلك على صفحة الطلبات هلا شايفين هاي كلمة طلباتي اللي أنا فاتحها هون إذا أعمل تحديث مثلا النت بطيء شوي هلا إن شاء الله بيفتح الموقع كتير حلو هلا فتح الموقع هاي كلمة طلباتي مرة ثانية هون مثل ما انتم شايفين لقيت في اللهم صل على محمد فيزا افتراضيه منتجات الكترونيه اس money التكلفه والاجمالي قد كميه وكل شيء بالضبط مثل ما هو مكتوب طبعا هون آه لانه ما معي نقاط رصيدي هو صفر نقاط وغير كافي لإتمام عمليه الطلب فكلمه اتمام الطلب هون مخفيه مو ظاهره عندي لحتى اجمع آه 4970 نقطه بهذا الموقع عشان بقدر اشتري اللي بدي اياه طيب السؤال اللي بيطرح نفسه أنا هلا بدي اشتري هاي الفيزا حتى لو ما اشتغلت بهذا الموقع بدي اشتري هاي الفيزا كيف بدي اشتري نقاط من هذا الموقع؟ الطريقة كتير بسيطة شوفوا كلمة تحويل الرصيد راح اكبس عليها أنا شو بدي؟ أنا بدي نقاط ما هيك؟ فطلعوا هون أنا إذا بدي نقاط فيني أكتب أنا التحويل من لا عفوا أنا شو بدكم أنتم مثلا بد... معك رصيد بايبال؟ بامكانك تحط رصيد بايبال، معك بيتكوين؟ بامكانك تحط بيتكوين معك دوجي كوين داش كوين اي عمله معك من هدول معك كود امازون معك كود آيتونز، جوجل، جوجل جوجل بلاي نق اللي بدك اياهم شو معك انت هون لنفرض أنه انت معك بيبال بامكانك تختار نقط يعني انا بدي احول من بيبال لنقط بس بحط قديش قديش كم نقطه بدي وبيطلع لي فورا قديش لازم ادفع بالبيبال الموقع كتير حلو فانا بشتري بس اشتري نقط من هون بامكاني طبعا شو الفكره يعني عشان تطمنوا هذا الموقع ما بده بيبال مفعل يعني هذا الموقع بيقبل البيبال اللي احنا عاملينه يعني البيبال اللي مربوط بفيزا في بامكانك تدفع من بيبال لبيبال نظامي جدا بس بتقول له بدي نقط فهو مثلا نفرض انك اشتريت ب 10 دولار نقط اه مثلا اشتريت 10 بدك تبعت بيبال فبيقول لك ال 10 دولار بيبال بيساوي هالقد نقط فانت بس تاخذ النقط بتروح على المنتج تبعك بتقول له اطلب الان وبتكمل عمليه الشراء وخلال 24 ساعة ل 72 ساعة الفيزا بتكون واصلة عندك هلا الشغلة الثانية الحلوة هون رح أعمل له افراغ السلة مشان خلص صفر ما بدي اشتري شيء سكرت هلا شوف الفكرة الحلوة اللي هون انت لنفرض انه معك رصيد بيبال وبدك تقلبه لبيتكوين او معك بيتكوين بدك تقلبه لنقط لجوجل لجو بلاي لايتونز او بدك عندك كود جوجل بلاي وبدك تقلبه لبيتكوين كل هدول فيك تقلب يعني أي عملة لأي عملة ثانية. يعني إذا عندك أنت كواد أيتونز بدك بدك تبيعها وتاخذ بدالها بيتكوين بإمكانك. عندك أكواد أيتونز وبدك تقلبها لنقاط بإمكانك جوجل بإمكانك تقلب أي عملة لأي عملة حتى بدون ما تشتغل بالموقع. يعني هاي شغلة جداً 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 مهمة وكتير بتريحنا على الأخير. يعني هاي صار في عنا يعني وسيط الكتروني ببدل العملات لحاله اي عمله من لاي عمله ببدل لك اياها فورا هاي على فكره مو هذا فقط سر من اسرار او مو سر هذا قصدي يعني عفوا طريقه, آه طريقة آه شغله ميزه حلوه بهذا الموقع انه فيك تبدل اي عمله لاي عمله يعني فيك تبدل بيتكوين لدوجي كوين او داش كوين ففيك تبدل هاي لهاي عرفت شو الفكره فبامكانك انت تشتري كل شيء عملات متاحه هون وطبعا على فكره يعني هذا من كم يوم ما كان في لا لايت كوين ولا داش كوين كان في بس دوغي كوين بيتكوين إثيريوم هلا اضافوا عملات جديده يعني فيكم تتحولوا من خلالها هلا لهون احنا تمام امورنا بالسليم بس اخلص طبعا شوفوا طريقه العمل انه لما احط انا هون بيتكوين احط القيمه فوق وبصير بقلب بدالها داش كوين بيطلع لي هون القيمه المقابله لما ارسل الاموال هلا انت بدك شو بدك تعمل اول ما تكتب بيتكوين رح يطلع لك فورا هون الرقم الحافظه تبع البيتكوين فانت بتحط لما ترسل بتعمل صوره الدفع يعني بتعمل تشوز فايل بتعمل سكرين شوت للدفع اللي انت عملته بتعمل سكرين شوت اللي انت دفعته وبتصورها بتحطها هون وبتكتب رمز الكابتشا وبتكتب كلمه طلب التحويل وامورك خلص صارت بالسليم يعني هاي اول شغله ان شاء الله رح تدعوا عليها انه فيكم تقلبوا اي عمله لاي عمله طيب إذا أنا أصلا ما معي ولا عملة أنا ما معي ولا عملة أنا بدي أجمع نقط هون بهذا الموقع كثير بسيطة في طريقتين لحتى أجمع نقط بهذا الموقع وهاي الطريقتين بجننوا بجننوا على الأخير سهلين جدا يعني حتى الطالب بيقدر يشتغل هذا الشيء يعني بإمكانك أنت تدرس وبنفس الوقت تشتغل وبدون ما تضيع وقت شلون؟ راح أكبس على كلمة الرئيسية اللي هون كتير سهل كثير سهل الموقع وشوف شلون هذا الموقع مثل ما انتم شايفين هون بربح نقط تمام فمثلا بس تشوفوا هاي العلامه معناتها هذا فيديو على يوتيوب لازم اشوفه هون هاي كمان فيديو يوتيوب اما هاي هلا رح اعمل لكم واحدة عشان نجربها مع بعض وارجيكم كيف النقط تنضاف هاي بيطلب منك مهمه بيقولك لك انه اكتب على محرك البحث على يوتيوب اكتب كلمه اكتب كلمه أه مثلا هاي الكلمه هاو تو درو يور سيلف از تشيبي كاركتر مثلا فانت بس تكبس عليها هلا رح نكبسها مع بعض هلا بس عشان اشرح لكم اياها بشكل عام هون النوم على البطن هاي هذا آه. بس شوفوا علامه الالم معناتها كتابه مقالات يعني كل الشباب والصبايا اللي بيحبوا يكتبوا مقالات وياخذوا مصاري از فريلانسر يعني مثل كانهم فري يعني بيشتغلوا فريلانس فبامكانهم يفوتوا على هذا شوفوا رح اكبس كبسه يمين هلا ورح افتح بصفحه جديده هلا بس افتح بصفحة جديدة هلا رح يطلع لي شو طلبهم مني، أنا بس اكبس على هيك طبعا هذا هاي اسمها المهمات اليومية، المهام اليومية أه شوفوا الفكرة تبعتها هاي كل يوم في مهمات جديدة، يعني هاي ما بتتكرر، يعني إذا جيت بكرة يمكن ما حتلاقيها، فيعني لازم أنت يوميا تفوت أول شي تفوت على الحساب تبعك، تفوت على المهام اليومية وشو اسمه وتح وتاخذهم كلهم عشان تاخذ نقاطهم مشان في مكان تاني رح نقدر ناخذ منه نقاط تانية هلا هاي النقط اللي جمعتها هلا هلا خلينا نحكي واحدة واحدة أول شيء رح نحكي عن النوم على البطن مثلا هاي كتابة المقال شوف شو مكتوب اكتب مقالا عن مساوئ وأضرار النوم على البطن الشروط يجب ألا لا تقل عدد الكلمات عن 300 كلمة يجب أن يرفق المقال اه هاي الترجمة تبعتهم غريبة يرفق المقال المصدر. يرفق المقال المصادر بحيث لا يقل عن مصدرين يعني لازم اللي كاتب المقال يرفق مصدرين جايب منه المعلومات يعني الناس خلاص هاي انسوها تمام فاذا انتم خلصتوا بيعطيكم 250 نقطة بس هن ما بيعطوا كل العالم 250 نقطة اللي بيعطوا أفضل مقال بيعطوه 250 نقطة فورا هاي بالنسبة لكتابة المقالات وكتابة المقالات يوميا يمكن تقريبا في أربعة أو خمسة مهمات لكتابة المقالات يوميا تمام هلا شو الفكرة يعني هاي خلصنا منها طيب رح نيجي مثلا على كلمة هاو تو دراي يور سيلف شايفين علامة هاي علامة البحث راح اكبس عليها ابن ابن لينك نيو تاب هلا رح تفتح صفحه رح افرجيكم شو معنات هاي علامه البحث اللي هون كثير بسيطه كثير 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 بسيطه هلا رح افرجيكم اياها بشكل بسيط انه بس نسوي هاي المهمه اللي هن طالبينها السيرش هذا اللي هن طالبينه باخذ 22 نقطه هون وطبعا اكيد انا قلت لكم راح ضلني اذكركم بهي الشغله اني راح اقول بقلب الفيديو هاي النقط كيف راح نستفيد منها طيب وراح اجاوب على كل الاسئله طلع هون شو كاتبين كاتبين المطلوب الذهاب لمحرك البحث يوتيوب دوت كوم راح انسخ اللينك طبعا هن كل مره يا بحطوا يا يوتيوب يا جوجل يا اما مواقع تانية مواقع تواصل اجتماعي مشان نحن شو اسمه هلا أه اول شيء رح نمشي على الخطوات واحده واحده اول شيء حطيت قناه اليوتيوب يوتيوب دوت كوم ثم كتابه هاو to draw yourself as a chibi هيك هاي هاو to draw هون اه يورسيلف از تشيبي نسختها مثل ما هي وراح اقول له انتر مثل ما هن طالبين فهون شو كاتبين بعد ظهور نتائج البحث البحث هاي نتائج البحث هاي هي تمام هاي نتائج البحث فراح اجي لهون اه واكتب اضغط على النتيجه الثالثه لقناه ازوسن وورد فراح اكبس ادور اشوف وين شو اسم القناه هون ازوسن وورد هاي ازوسن وورد شايفينها هاي هاي الفيديو راح اكبس عليها هاو تو درو يور سيلف هي النتيجه الثالثه مثل ما هن كاتبين بعدين ثم اختر الكلمه المطلوبه من الوصف لتحصل على النقاط شلون بدي اعرف هذا الشيء مكتوب هون الكلمه التي يجب مطابقتها رقم أربعة راح اجي لهون راح انزل على كلمه الوصف وراح اعد واحد اثنين ثلاثة أربعة نسخ ولصق راح يقيم المسافة وأقول له تأكيد هلا اللي رح يصير هون بعد كم تاكيد تم اضافه النقاط بنجاح وشوفوا قلب الصفحه ورجعني على صفحه الصفحه الرئيسيه صفحه المهمات شايفين الموضوع كتير بسيط جدا بس انا عملت هاي عمليه السيرش فاخذت 22 نقطه بس هاي عمليه السيرش تصوروا لهي الدرجه فطبعا هلا راح أقف هذا الفيديو عشان ما يعلق النت عندي سكرته خالصين انا هيك هاي هي اموري كامله طلع هون مكتوب 22 نقطه فوق تحت مكتوب الرصيد 22 نقطه كتير حلو، رح ارجع للرئيسية مرة تانية هلا أنا أول شي تعرفنا على على أجن... أه هذا ال... هاي السيرش، هذا السيرش تعرفنا عليه والقلم تعرفنا عليه فمثلاً هون حاطين لي كمان هاو تو draw يور سيلف أز تشيبي كاركتر، رح اكبس كبسة يمين عليها وراح انتقل لهون، فبكل بساطة راح أقرأ الوصف اللي راح يكون على جنب وراح امشي مع نفس الخطوات اللي هن طالبين وهذا على ما اعتقد مشاهده فيديو على اليوتيوب يعني هلا نحن صار فينا نشوف فيديوهات على اليوتيوب وناخذ مصاري وناخذ اموال من هاي المشاهدات هلا شوفوا بس يفتح هذا الموقع شوفوا شلون بصير طيب شوفوا شو مكتوب هون يجب مشاهده الفيديو كاملا للحصول على النقاط هون مده الفيديو 10 دقائق و30 ثانيه وفي عليه 22 نقطه فانا راح اخليه شغال طبعا ما فيكم توقفوه راح اخليه شغال مثل ما هيك وبس يخلص راح يسكر لحاله هذا العداد بعد 10 دقائق او 21 ثانيه وراح يرجعني للموقع الرئيسي وفي 22 نقطه ثانيه هاي الطريقه الاولى للحصول على النقاط الطريقه الثانيه في هون طبعا هذا الموقع فيه مليان طرق ومليان ليفلات وراح اشرحهم بالتفصيل الممل وان شاء الله باذن الله راح نساوي فريق كامل للعمل على هذا الموقع رح نحكي عنه ان شاء الله بشكل مفصل اكثر، هلا بشكل عام رح اشوف انا من وين بدي اقدر اخذ نقاط كمان، يعني اذا انا خلصت هدول أه شو شو بعمل؟ ما بتفرج على الموقع لا فيني اكبس على هاي وفيني اختار على كلمة الخدمات وفيني اختار كلمة لائحة الخدمات مثل ما انتم شايفين هون طبعا الترجمة ما بعرف شلون عربية طالعة شايفين هذا الفيديو لساته شغال طبعا اذا إيه سكرته قبل ما يخلص هذا العداد ما باخذ النقط ولا فيني اوقفه يعني هاي الشغله مشان ما في حد وقفته او شيء معين او مثلا قدمته فيك تقدمه على فكره خلاص ما دام قدمته يعني هو طول ما ماشي النت عندك قدمه قدمه بس لازم يخلص هذا الوقت يعني حتى لو قدمته ما في فائده هلا رح ارجع لهون شايفين بس كبست من هون على القائمه ورحت على الخدمات وكبست على لائحه الخدمات لقيت في عندي كتابه مقالات ولقيت في عندي سيرش ولقيت عندي يوتيوب مشاهده كمان هذا اليوتيوب المشاهدة فيني أنا أشغله يا الله كبست بالغلط هيك كبسة مو مشكلة رح أرجع باك فيني أكبس عليه كبسة من أوبن يوتاب وأشوف وأخلي الفيديو شغال وأنا عم بدرس وأربح نقط هلا الشيء الحلو الشيء الحلو بالموضوع إنه هاي النقط كيف فيني أتصرف فيها شو رح تفيدني هاي النقطة أول شغلة أه العشرة آلاف نقطة بتساوي العشرين دولار ال10000 نقطة هو الحد الادنى للسحب هو ال20 دولار بس شوف الشغلة الاحلى من هيك انت هلا بدك تسحب مصاريك كاش طبعا بس توصل 10000 نقطة بتبعت الـ بتبعت ال10000 نقطة للادمن وهو بيعطيك طريقة ليوصل لك اياها كاش او تشتري من عنده منتجات يعني انت بهاي النقط فيك تاخذها كاش او فيك تشتري اي منتج معروض على الموقع يعني بجوز تلاقي دورات تعليمية موبايل ولابتوبات فساتين أحذية مجوهرات ساعات أي شيء معروض على هذا الموقع منتجات أنت بإمكانك تشتريه عن طريق النقط هاي كتير ميزة حلوة طيب أنا فيني أشتري لو معي 22 نقطة ولقيت منتج حقه 22 نقطة فيني أشتري طبعا فيك تشتري يعني عمليات الشراء من الموقع ما بتحتاج أنه توصل حد أدنى للسحب يعني فيك تشتري أي شيء من الموقع عن طريق النقط بدون أه بدون ما توصل للحد الادنى للسحب طيب طيب السؤال كالاتي انا اذا وصلت للحد الادنى للسحب اذا وصلت للحد الادنى للسحب كيف شو شو الشغلات اللي ممكن اطلب يعني رصيد يعني اطلب رصيد شلون يعني اي عمله بدي اياها انت بتختار باي بال بيتكوين دوجي كوين داش كوين لايت كوين امازون جوجل بلاي ايتونز يعني فيك اذا جمعت 4970 نقطة مثلا مثل ما هو موجود بالموقع بامكانك تاخذ بدالها خمسة اي تونز او تاخذ بدالها خمسة مثلا جوجل بلاي اللي بدك فيك تاخذ اللي بدك منه او فيك تشتري عن طريقه لهون كتير حلو هذا الحكي طيب الشغلة الحلوة انه انا كيف فيني اربح نقط ثانية هذا هذا ليفل ثاني هذا ليفل ثاني ان شاء الله رح نحكي عنه فيديو ثاني بجزء ثاني ان شاء الله هلا رح اكمل شرح عن هذا الموقع يعني شلون بدي اربح نقاط تانية رح لكم شغله بامكانك انت شايفين راح اكبس هون في كلمه شركات في كلمه اسمها تسجيل شركات يعني انت بامكانك تفوت تسجل وتحط منتجاتك على الموقع وتحط ما يقابلها بالنقط هذا الشيء بيصير بالتنسيق مع الادمين او مع اداره الموقع فورا انت بس تعمل تسجيل براسلوك بيقولوا لك نحن شو شروطنا وشو لازم مشان تحط يعني منتجاتك يعني شايفين هاي المنتجات اللي هون هاي المنتجات اللي هون في ناس حطوا هاي المنتجات عرضوها تمام او هن الموقع يمكن اللي عارضينه فضمن شروط خاصه إلهم فانتوا بس بامكانكم تفوتوا تسجلوا تسجيل بهذا الموقع تسجيل شركات وتقدر تضيف لابتوب موبايل حتى لو انت بتعمل كورسات حتى لو انت محامي عامل تعمل بتحب تعمل استشارات حتى لو انت طبيب يعني انت لو انت دكتور وحاب انه العالم تكشف عندك وبدل ما يدفعوا الكشفية بمصاري بامكانك يعملوا يدفعوا لك نقط الموقع كتير رائع يا جماعة هلا الشغل الحلوة اللي فيه انه مو بس احنا هاي النقط مو بس فينا نشتري منها عن طريق الموقع كمان فينا نشتري فيها عن طريق المحلات والشركات المتعاقدة مع هذا الموقع اللي موجوده بكل انحاء العالم وحاليا ان شاء الله راح يصير في إلها فرع بسوريا ويصير في في فرع بمصر في فرع بغزه في فرع بالضفه الغربيه في فرع بالجزائر وتونس هذول كلهم وكلاء بهذا الموقع آه ان شاء الله كمان راح يصير في لهم وكيل بسوريا آه بامكانكم انه تطلعوا على هذا الموقع وتشوفوا وتراسلوهم عشان تعرفوا تصيروا وكلاء لهذا الموقع وتصيروا تقدروا تحطوا منتجاتكم والعالم تشتري منكم وكل هاي الشغلات انا لسه ما حكيت شيء هذا بس الجزء الاول من الموقع هذا فقط الجزء الاول من الموقع راح اقول لكم كمان وين فيني اربح نقط شوفوا شلون شايفين تذكروا موقع مون بيتكوين موقع مون بيتكوين هذا الموقع كان صنبور يعني حنفيه او مثلا بسموه اهل المغرب اخوتنا بالمغرب الجزائر بسموه صنبور اللي دائما بيضلوا العداد ماشي وبيعطيني نقط هذا الصنبور مثله بالضبط عفوا بيعطينا ساتوشيات هذا الصنبور بيعطيني نقط بس في شغله ميزه احلى من المون بيتكوين انه بيعطيني هاي النقط اللي انا بربحها فيني اختار كيف بدي اياها فيني اختار اذا بدي اياها بيتكوين او دوجي كوين او داش كوين كيف ما بدي فيني اقلبها فشايفين هون مثلا عندي صفر نقطه وهاي العداد ماشي هذا العداد بس يوصل كل خمس دقائق بتيح لي هون كلمه اسمها قبض او كلام او هاي الشغلات بتصير هون ظاهره عندي فانا بعمل له كليم بحط رمز الكابشر موجود هون وبعمل كليم وبربح النقط الموضوع كتير سهل بس خلي الصنبور شغال وامورك صارت ان شاء الله بالسليم فهي طريقة تانية كمان لربح النقط في طرق ثالثة حتى ما بتضطر تشتغل ان شاء الله ان شاء الله رح اشرح لكم اياها بالتفصيل بالتفصيل الممل كمان ان شاء الله يعني ما رح اخلي شيء بقلبكم اخر شيء رح نستنتج ملخص لهذا الموقع الضخم اللي رح تشوفوه ان شاء الله انه في جزء تاني له هي اول شغله الجزء الاول له انه انا فيني اربح نقط فيني استبدل هاي النقط فيني احول من عمله لعمله فيني احط منتجات بايدي وفيني اشتري منتجات بايدي يعني اي وسيله دفع تخطر على بالك ما عم تقدر تشتري من موقع معين لانه ما معك رصيد معين فيك تبدل هذا الرصيد وتاخده وتشتري من هذا الموقع يعني مثلا في كتير عالم بدهم يشتروا من موقع يعني مثلا اذا بدهم يستخدموا بايبال او كذا ففي مثلا ياخذ ياخذ رصيد بايبال بال نفس هذا السعر بالنقط هاي سعر النقط مو بتجيبها يا اما بتربحها من الموقع يا اما بتشتريها عن طريق ايتونز جوجل بلاي فيزا وات يعني اللي بدكم اياه شرحت انا ان شاء الله وعدت المعلومات هاي مره ثانيه هذا الجزء الاول انتظروني بالجزء الثاني ان شاء الله راح تلاقوا فيه شغلات كتير حلوه صراحه في شغلات فيديوهات راح اعملها برايفت للناس اللي حابين ينضموا معي بالفريق مشان الشغل على هذا الموقع، يا رب يا رب يا رب نطلع من جو الاستبيانات، يا رب. يا رب نطلع من جو الاستبيانات ونصير نستقل ذاتيا بشغلنا وبعملنا ونصير نجيب دخل ثاني بدون ما نشتغل. احنا كلياتنا عم نشتغل وعم نجيب مصاري. بدنا نوصل لمرحلة إنه ما نشتغل ونجيب مصاري، وإن شاء الله تكون هاي هي الشعلة وهاي هي الانطلاقة لهذا الفيديو. كان معكم سليمان زيدان، ادعوا اذا عجبكم الفيديو شاركوه اعملوا مشاركه اعملوا لايك عليه اللي مو مشترك بالقناه شكرا لك اذا بتعمل سبسكرايب وشكرا لك اذا ما عملت سبسكرايب الله يعطيكم الف مليون عافيه انتظروني بالجزء الثاني السلام عليكم